تزال وافة الارهاب الجبانة تمارس الاعيبها القذرة على ابناء الشعب اليمني، ولانهم لم يستطيعوا مواجهة جيشنا العظيم ولجان الشعبية ودحروا في جبهات مأرب والجوف، عادت هذه الافة لاسلوبها الجبان المعتادة عليه، حيث تعرضت 4 مساجد في العاصمة صنعاء لانفجارات بسيارات مفخخة ليلة رمضان وعند صلاة المغرب، لتكشف هذه الانفجارات مدى حقد عناصر الارهاب على الاسلام والمسلمين. اكيد ان حرب عبثية لا بعد الحدود، يعني ما مقصود منها الا يعني اقول لك ابادة الشعب اليمني، لا مقصود لا حوثي ولا اصلاحي ولا مؤتمري ولا اي حاجة، ابادة للشعب اليمني عيني عينك، وهذه هدية وصلت يعني اقول لك لرمضان الكريم، وهذه هدية وسوف ترد يعني لسلمان وعملاء سلمان. ايش فعلنا بهم؟ ما هو الذي جرى؟ ما فعلنا؟ ما هو الذي بذر مننا؟ اذا احفيح مثلا اذا غلطنا ولا مثلا ان احنا ارهابيين ولا شيء، يدينوا احنا باي حاجه فينا. لكن احنا مسلمين، ناس نشقى بعض بطوننا وناس جالسين في بيوتنا ما نادي حد. الانفجارات استهدفت مسجد قطينه وجامع الحشحوش بحي الجراف شمال العاصمه، وجامع الكبسي في حي الزراعه، وجامع القبه الخضراء وسط الامانه، واسفرت عن استشهاد شخصين واصابه 60 مواطنا بجروح مختلفه. ما في ذنبي مكلف. ما كلف، ما بيصرفوا علي الا عيال اخي وبنت خي، وانا مكلف ما بجمعية ما كل. استهداف المساجد ليس بغريب على عصابة الإرهاب، فقد ارتكبت هذه الفئة الضالة العديد من الجرائم في داخل المساجد، راح ضاحيتها المئات من المدنيين الأبرياء. يحيى الحبابي، اليمن اليوم.